لو جبت لك طلمبة زي اللي قدامك ديت كده، اهي طلمبة زي اللي موجودة قدامك، وهفك الأجزاء الوش الخارجي بتاعها والأمامي وهفكها خالص، وهبدأ أطلع الأجزاء الداخلية بتاعتها. وجيت قلت لك إن أنا هدور الطلمبة ديت زي الشكل اللي أنت شايفه دلوقتي، الشكل ده بيدور في اتجاه محدد. سؤالي بقى لحضرتك، اتجاه الدوران لهذه المضخة إيه؟ أهو وأنا بلف كده، ها يلا، اتجاه الدوران إيه؟ أيوه يمين، صح كده؟ معظمكم بيقول كده، تمام. بس إيه رأي حضرتك بقى إن أنا هقول إنها شمال؟ ها تفتكر ليه؟ عشان أنا يعني المحاضرة أنا اللي بتكلم يعني؟ لأ، في حاجة سبب تاني برضه يخليني أقول شمال. أيوه لقطتها، مش كده؟ اللي هو إيه؟ إن أنا ببص من الناحية الخلفية، يبقى أنا لما أشوف المنظر ده كده، اتجاه الدوران ده بالنسبة لي أنا كده، يبقى معناها انه شمال، يبقى خلاص هقول عليها شمال. بس استنى كده، خلاص يا سيدي هعمل ايه؟ هبص معاك ليها اهو، يبقى انا كده بقيت زي زيك، فهبدا ادور الطلمبه دلوقتي وهبدا الففها في الاتجاه اللي انت شايفه ده كده اهو. الاتجاه الدوران ده ايه كده؟ تقدر تقول لي ها يمين؟ طب انا برضو هقول لك انها شمال، ايه رايك بقى؟ مش فردة ولا حاجة، إيه السبب؟ أصل وأنت حضرتك بتدور ده في اتجاه اليمين، الترس اللي تحت ده بيلف في الاتجاه الشمال، أهو، يبقى معنى كده إن أنا بصيت على الترس اللي تحت. الله، طب وبعدين يا عم عايزين نخلص من القصة دي، هي الطرمبة دي بتدور يمين ولا بتدور شمال؟ يبقى لازم لها اتجاه محدد نتفق عليه عشان نقدر نحدد في اختيارنا للطلمبة هل هي يمين ولا اتجاه دورانها شمال. فالشركات بقى عملت ايه او قالت ايه القاعدة بقى اللي تحسم هذه المسألة؟ يقول لك يا سيدي اذا جيت عشان تحدد اتجاه الدوران لهذه المضخة، يبقى نظرك يكون فين؟ الى الدرايف شافت ومن ناحيته. يبقى بناء على كده تعال نبص بقى على الشكل اللي قدامك، ان انا بص للترس العلوي اللي فيه الدرايف شافت او العمود الادارة بتاع الطلمبة بس من الخلف، ده اتجاه. طب وفي اتجاه تاني ان انا ابص ليه الترس التحتاني، وفي اتجاه تاني ان انا ابص فيه الطرمبه من اتجاه الدرايف شافت، ايهما اصح؟ قال لك بقى الخلاصه انه الاتجاه من هنا غلط والاتجاه من هنا يبقى غلط، ويتبقى فقط الاتجاه النظر الى الدرايف شافت ومن ناحيته او من الاتجاه بتاعه، يبقى هو ده التحديد الصحيح ل اتجاه الدوران يكون منين. فاضل بقى ان انا اعرف انها يمين او شمال ازاي، مش كده؟ لتحديد اتجاه الدوران بتاع المضخة، يبقى اول حاجة بص عليها وجود سهم على جسم الطرمبة، زي ما انت شايف هنا في المضخة اللي قدامك دي اهي، بتلاقي فيه سهم. هذا السهم يبقى قدامك بالمنظر ده كده، اجي الخطوات ايه بقى؟ ان انا ابص على الدرايف شافت زي ما اتفقنا، يبقى اتجاه النظر في هذا الاتجاه، وامشي مع السهم اللي هو محطوط لي هنا ده، يبقى اتجاه الدوران في هذه الحالة يبقى في هذا الاتجاه، يبقى اقول على هذه المضخة ان اتجاهها يمين، تمام كده؟ تعال نطبق دي كمان عملي اهو، بص كده شايف الطرمبة ديت اهي، هنا في سهم اهو فوق الطرمبة، يبقى السهم ده جاي ازاي او رايح ازاي؟ ماشي في الاتجاه ده كده، يبقى في هذه الحالة هذا السهم يبقى يؤدي الى انه الطلمبة ديت تدور في هذا الاتجاه اللي هو يمين. طيب ما لقيتش على الطلمبة سهم، قال لك تاني حاجة، لو ما لقيتش سهم على الطلمبة يبقى في عليها حاجة اسمها النيم بليت، يبقى حاجة زي كده بالمنظر ده ظاهر على جسم الطلمبة، او ممكن يبقى محفور على جسمها زي كده. هتلاقي الشركات محدده لك اتجاه الدوران في الكود بتاع الطلمبه نفسها، يكتبه لك ازاي بقى او يعملها لك ازاي؟ ادي الدايركشن اوف روتيشن، يقول لك والله لو كان واخد كود ار يبقى معناها رايت، اتجاهه يمين، لو ال يبقى ليفت، لو سي دبليو يعني معناها كلوك وايز في اتجاه برضه اليمين، سي سي دبليو يعني معناها في اتجاه الشمال اللي هو كاونتر كلوك وايز يعني. طيب لو كان دي يبقى معناها بالإيطالي ديسترا، ديسترا يعني معناها يمين. طب لو كانت واخدة اس يبقى سينسترا، سينسترا يعني معناها اتجاه الدوران شمال. بل ان بعض الشركات لما تيجي تحدد الكود بتاع اتجاه الدوران الدايركشن اوف روتيشن
تروح كاتبه لك كلمه في منتهى الاهميه اتجاه الدوران، يجي يقوله لك فيود فروم شافت اند اوف بامب. شافت اند اوف بامب يعني الشافت اند، نهايه العمود بتاع المضخ. يبقى برضو تاني للتأكيد على أن هذه المعلومة في منتهى الأهمية ولازم تبقى التحديد على هذه القاعدة. طيب عظيم قوي. الخطوة اللي بعد كده بقى، ماذا لو كانت الطلمبة بيضاء ناصعة البياض، لا سهم فيها ولا كود، يقول لك إنها يمين أو شمال أو أي حاجة، أعمل إيه في هذه الحالة؟ هنا بقى الشركات اديتك مفتاح جميل قوي. انا هبص في اتجاه العمود بتاع الطرمبة واشوف اذا كان اتجاه الطرد في هذه الحالة هو الناحية دي والسحب الناحية دي، يبقى اكيد الزيت هيمشي فين في هذا الاتجاه، يبقى الاتجاه ده هاخده كده واقول هو ده اتجاه الدوران اللي هو دي ديسترا او معناها يمين. اما اذا كان السحب هنا والطرد الناحية التانية، يبقى أنا همشي في هذا الاتجاه من السحب إلى الطرد، في هذه الحالة هيكون اتجاه الدوران لهذه الطلمبة شمال. آدي الطلمبة اهي، وادي الدرايف شافت اهو بتاع الطلمبة، ويقول لك إذا كان في هذا الاتجاه هو السحب واتجاه الطرد بتاع الطلمبة هو الشكل ده، يبقى في هذه الحالة هذه الطلمبة هتدور يمين أو في الاتجاه اللي هو ديسترا كلوكوايز، روتاتيوني ديسترا بالإيطالي كده، لازم تقولها كده. أما لو جيت للطلمبة ولقيت إن اتجاه السحب في هذه الناحية اللي هنا والطرد هيكون في الناحية التانية، يبقى أكيد اتجاه الدوران لهذه المضخة هو في هذا الاتجاه اللي هو هيبقى في هذه الحالة الاس، واللي معناها روتاتسيوني سينيسترا، يعني معناها كاونتر كلوكوايز. أما إذا جيت بصيت على الطلمبة ولقيت إن مكتوب عليها كود الار، ده معناها إن الطلمبة في الحالتين هتبقى من ناحية دي سحب أو طرد، أو الناحية التانية ممكن تبقى هي برضو سحب أو طرد. طب سامعك أنا اللي بتقول لي أنت استنى كده، أنت حددت إزاي الطلمبة إن اتجاه السحب من الناحية دي أو الناحية دي؟ أعرفه إزاي على الطلمبة فعلياً؟ أقول لك آه تعالى، سهلة حلوة دي برضو. بص يا ريس، في الغالب كقاعدة عامة، كقاعدة عامة، لما تلاقي المضخة لها فتحتين، أدي واحدة وأدي التانية أهي بتوع السحب والطرد، لما تلاقي واحدة أكبر من التانية، يبقى معناها هذه قاعدة عامة بقى، أن هذه الناحية الكبيرة هي ناحية السحب والناحية الصغيرة هي ناحية الطرد. يبقى أنا لما أحط المضخة قدامي كده وناحية السحب الناحية دي والطرد الناحية دي اللي هي هنا، يبقى معناها على طول إيه؟ إن الطلمبة هتمشي في هذا الاتجاه عشان تحقق لي اتجاه الدوران وتعمل حاجة اسمها فك التعشيق من الناحية دي والتعشيق اللي يبقى من الناحيه دي عشان تطرد الزيت للسيستم او للدايره بتاعتك. يبقى في هذه الحاله اتجاه الدوران هيبقى يمين. اما لو لقيت فتحه السحب اللي هي هنا بالناحيه دي هي اللي كبيره والفتحه الثانيه هي اللي صغيره، يبقى معناها ان الطرمبه ديت هتدور في اتجاه الشمال وتبقى في الحاله دي سينسترا روتاتيوني اللي هو اتجاه دوران شمال يعني. ماشي خلاص تمام. طب سؤال، ماذا لو صادفت بقى طلمبة مع لهاش سهم ولا نيمبليت والفتحتين كانوا قد بعض؟ يبقى في هذه الحالة هاجي لطلمبة زي مثلا طلمبة بتاعت شركة اسمها بوخر، ونبدأ نفك الأربع مسامير اللي ورا دي، هتلاقي فيه السيل ده اللي منظره كده عامل زي التلاتة، شايفه مقلوبة أو شكله عامل زي بيسموه سيل النظارة، لأنه لو قلبته هتبقى عامل زي النظارة كده. السيل ده الفايدة بتاعته ايه الحقيقة؟ ادي السيل زي ما احنا شايفين اهو عامل حماية وبروتكشن، الاحمر ده خط ضغط مرتفع والازرق ده خط ضغط منخفض، فالخط الضغط المرتفع الغرض منه يخلي الزيت ضغط على هذا الجزء فيبدأ يقوم عامل احكام للغلق على التروس ويمنع التسريبات الجانبية من هنا، وفي نفس الوقت الناحية التانية اللي هي معمولة بالازرق اهي اللي هنا دي عشان ازيد بيها المحاور بتاعة التروس اللي موجودة هنا، سواء الدرايف شافت او الدريفن شافت او الترس يعني المنقاض يعني. بص كده اهو، يبقى السكشن هيبقى في هذا الاتجاه، السحب في الاتجاه ده والبريشر في الاتجاه ده، او لما بص هنا على السيل نفسه اهو هيبقى الناحية دي هي السكشن وناحية ظهر السيل هي خط البريشر بتاع هذه الطلمبة.
وبناء عليه انا ايه اللي مطلوب مني بقى؟ مش لازم تفكك كل الطرمبه، ولكن كل اللي هتعمله حضرتك هتيجي من الخلف هنا تقوم فاتح المسامير دي، بس مجرد ما تفتحها هتبص هتلاقي الشكل ده قدامك. يعني لو فتحنا الطرمبه ديت كده ولقيت ان ده راكب فيها كده بالمنظر ده، يبقى على طول شايف بقى انت كده السيل فين؟ اهو في الناحيه دي، يبقى الناحيه دي هي ناحيه الطرد والناحيه دي هي ناحيه السحب. طب استفيد من كده ايه؟ خلاص اخد بقى منها كده واقول اه اذا كان هنا الطرد وهنا السحب يبقى في هذه الحاله الضرس هيلف ازاي او العمود يلف ازاي؟ هيلف في هذا الاتجاه الى الشمال او الى ناحيه اليسار، ويبقى الكود بتاعه اس، ويبقى كده عرفت تحدد اتجاه الدوران للمضخه في الاربع حالات بتوعها. هنلخص بقى كل ما قلناه ما سبق في الكلمتين اللي جايين دول. بدايه لما يكون عندي طلمبه زي كده، اول حاجه عشان احدد اتجاه الدوران لازم عناية تكون فين؟ الى الدرايف شافت ومن ناحيته، يبقى من هنا الحته دي، دي اول نقطه. تاني نقطة عشان أحدد الاتجاه أبص على الطرمبة، إذا كان عليها سهم عليها زي كده يبقى ده هيحدد لي الاتجاه، أقول اتجاهها يمين أو شمال حسب اتجاه السهم. طيب ما لقيتش سهم يبقى عليها النيم بليت، أخد النيم بليت وأروح بيه على الكتالوج أعرف منه اتجاه الدوران بتاع الطرمبة دي. طيب ما لقيتش لا سهم ولا نيم بليت، يبقى في هذه الحالة عندي فتحات الطرمبة، الفتحة الكبيرة هتبقى هي السحب والفتحة الصغيرة هي الطرد، واحط عمود الدوران في وشي كده ناحيتي، يبقى في هذه الحالة اقول ان اتجاه الدوران هيكون من السحب الى الطرد، يبقى في هذه الحالة اتجاه الدوران يمين. لو العكس السحب هنا والطرد هنا، يبقى في هذه الحالة اتجاه الدوران كاونتر كلوك وايز او يكون شمال. اما اذا لم اجد الا السهم ولا نمبليت ولا والفتحتين قد بعضهم، اوعى تسرع واقول انها ريفرسبل او بتدور في الاتجاهين، هبص على طول على سيل النضاره واقول مباشره ان الناحيه اللي هي ظهر السيل بيسموها كده ظهر السيل، يعني الناحيه دي يبقى هي دي ناحيه الضغط المرتفع والناحيه دي هي ناحيه الضغط المنخفض، وبناء عليه يبقى الترس هيلف كده او العمود هيلف كده، وهذا الاتجاه يبقى اتجاهه شمال، لو العكس يبقى اتجاهه يمين. وبكده يبقى خلصنا مفهوم اتجاه الدوران للمضخه وكيفيه تحديده بتتم ازاي. يتبقى لينا بقى سؤال حضراتكم اللي بيقول بمسك طرمبة عشان أشوف إيه البيانات اللي عليها، وجيت عند نقطة تحديد الاتجاه نفسها عشان أحدد اتجاه الدوران، بدأت بنفس الخطوات، بصيت على السهم ما لقيتوش، نمبليت ما عليهاش، الفتحتين لقيتهم قد بعض، يبقى هنا في هذه الحالة هعمل إيه؟ هقلب الطرمبة على وشها فتطلع الاتجاهات لوحدها، حلوة يعني ما تمشي. وقبل ما اجي افك الرير بليت او الكفر الخلفي بتاعها، لقيت الكود اللي هي زور بتاعها ولقيت السهم عليها بالمنظر ده. فسؤالي لحضرتك، اتجاه الدوران هنا هيبقى ايه وليه؟ ايه السبب اللي خلاك؟ طبعا مش عايز بقى في الاجابات حد يقول لي يمين شمال او ار او ال ويسكت على كده، حاول بقدر الامكان توضح لي ما هو سبب اتجاه الدوران في هذه الحالة اللي انت هتختارها وبناء على ايه. ماشي الحال، لحد هنا بينتهي هذا الفيديو، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.